إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة، عادل له منها وإياكم. سود هذا وحين كسوك شري قراءة صلاة ليشة، صلاة ليشة فاتحة كجدال إمامك، يعني هم قفك صلاة تكين يا أما إمامها النقضاء أما مأموها النقضاء وفاخرية أي نكسوك شري. وقام وإستاجي رسولك صلى الله عليه وسلم ليلة هبين أي استاجي وصلاة ليش استاجي يسقو كنت كان أي بآية آية قرة آية داسو يرددها وكع العلين أي رسولك هبين بو استاجي سقو آية قرة كنت كان أي أو آية دي يرددها العلين أي حتى يصبح إلا وابريستي حتى يصبح وابريستي وهي آية داسنا وحيها إن تعذبهم إن تعذبهم هداد ربي وعذابته فإنهم عبادك أدومد يعني عذابي سا وأدومد هذه إن تعذبهم إله هداد عذابته فإنهم يقو عبادك وأدومد هذه وإن تغفر لهم إله هداد الدمر دافتنا فإنك أدق أنت أدق العزيز إله غالب كأبات هاي الحكيم حكمة بدن آية ده سكوع العلي وي بها آية ده سبو يركع كالركوعي وبها يدع يسجد كسجودي وبها يدع يدعو ألك برياي يعني آية ده سبو سلاة لي شهبينكي يردم اوحي لي نبي صلاه ليش هبين كيودن ايدا سكو العلني اوحي لا انت اديم ربي وداد عذابت فانهم يغو عبادك وادومد ادي وين تغفر لهم اداد دم دافتنا فانك ادغو انت ادغو اله العزيز اله وحتى هي قالب كان لي قالب كان نكون كريم الحكيم ربي وحتى هي ربي غفلك صوبن بها آيات أسبوع يركع كركوعي وبها آيات أسبوع يسجد كسجودي وبها آيات أسبوع يدعو الكبرياء فلما أصبح مركوا بريستي بقال وحكوي له النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر صحابي أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر القفاري بوحكو رسول كولي يا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ما زلت كما تسول تقرأ إن أدخريس هذه الآية آيات إن أدخريس كل العلنس كما تسولين حتى هي أصبحت إلا أدواب ريستي تركع واذكر ركوعي سبها آيات وتسجد واذكر سجودي سبها آيات وتدعو واذكر بريس ألا بها آيات وياي وقد علمك حقيقة وكبري الله إلهين وحكبري القرآن القرآن أي كبري كله إلهينا القرآن كأردن بكبرة هذا آيات بعد حلقه كافتون تسلاة ليشي وعيلي لو فعل هدو سمي هذا كان لو فعل هدو سمي هذا كانت سمي سلاة ليشي ند آيات قولك العلينيسي رقعت كستا بعضنا بركي هدو تنو كلا سمي آيات وآخرين لها لوجدنا عليه وانكو حناق لهين لوجدنا عليه هدي ميد أنا أصحاب هذا كم يدو آيات كلي جد هبين كونن سلطليش كنت كن لها وأنا كحناق لنا وحنورنا لهين محو قرآن كلا أردي رجوت كن وعي قال الرسول كي بوحي لي صلى الله عليه وسلم إني أنا جو سألت ما ويدست ربي ربي جي أيام ويدست عز إلهي عز لا وجل ويناي الشفاعة شفاعة أيام ويدست لأمتي أمضي ذا أمضي ذا أيام شفاعة ويدست ربي ربي جي أيان أمضي إذا شفاع إرجع ويدست إنه لهي جي إرجع أقبل
oo kuwa maxaan ku dhahdaa maartay dunuubta ku dhacay loo dambi dhaafo oo faacdaaniiha ilaahay wuu i siiyey ergadii aan ummaddayda u ergeeyey buu ilaahay i siiyey. Wahiya ergadaas aan ummaddayda u ergeeyey inaan ilaahay u idhaahdo u dembi dhaaf, rabbina uu iga aqbalay oo aan uga shafaaco qaaday rabbi dembigoodii, wahiya iyadu naa'ilatun, ergadaasi waxay gaadhaysaa in shaa'a hadduu doono allaahu alle, waxay gaadhaysaa liman cid oo laa yushriku, aan ugu shariig yeelin billaahi alle shay'a, cidda aan alle u shariig yeelin gebi ahaanba, wax shirki ah aan ku dhicin baa ilaahay shafaacadaa siinaya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. Lidaalika qof kasta oo muwaxid ah oo towxiidkiisu khaalis yahay oo aan ilaahay hawadiisa la caabudin oo shirki kale ku dhicin, ilaahay qayrkiisa kadib waxba caabudin, dembi kasta oo u galo shafaacada nebiga ayaa gaadhisa sala allahu calayhi wasalam. Shafaacada nebiga gaadhisa, wahiya shafaacada ilaahay aan uga shafaaco qaaday ummadayda, naa'ilatu, way gaadhaysaa insha allahu, haddii alla doono, liman ciddii laa yushrik, aanu shariig yeelin billaahi alle shay, aan shayna ugu shariig yeelin. Allahu akbar. Wa qaala, wuxuu ku yidhi lahu rasuulka, rajulu, nin baa ku yidhi, yani nin saxaabada ka mida baa kuyidhi, yaa rasuulullah, rasuulkii ilaahay, ina lii, aniga waxaan leeyahay oo ii sugnaaday, jaaran, jaar ayaan leeyahay, qof jaara ayaan leeyahay, yaquumu leyla, habeenkii salaatuleysha ayuu u kaca, walaa yaqra'u, qofkaasi ma akhriyo, salaatuleysha kuma akhriyo, ilaa qul huwa allahu axad, suuradda qul huwa allahu axad mooyaane qur-aan kalena salaatuleysha kuma tukado. Yuradiduha, wuu celceliyaa, ninka aanu jaarka nahaye salaatuleysha tukanaya markuu faatixada akhriyaba wuxuu raaciyaa, maxaan kuhaa, qul huwa allaha ayuu raaciyaayo, qul wallaha suu ku celceliya. Yuradiduha, laa yaziidu, kama ziyaadiyo, calayhaa suuratu qul walle, inuu ku tukanayo salaatuleyshiisa kama ziyaadiyo, ka'annahu, waxaad moodaysaa, yuqalliluhaa, inuu yaraysanayay ninkaasi. Macnaha ninkii markuu rasuulka weydiinayo leeyahay jaar baan leeyahayo qur-aanka faatixada markuu akhriyo mar walba wuxunbuu ku celiyaa qul walle, qul walle, qul walle, qur-aan kalena ma akhriyo. Rasuulka wuxuu u weydiinayay, ka'annahu, waxaad moodaysay, ninkan saxaabigii rasuulka weydiinaya, yuqalliluhaa, inuu leeyahay muu qur-aan kale akhriya oo yacni ninkani muxuu kaga celcelinayaa qul huwallah, miyuu qur-aan kale garan waayey. Fa qaala nabiyu, nebigii baa u jawaabay, wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, walladii nafsi biyadih, ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee, buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam, innahaa suuratu, maaragtay suuradda qul huwallah la yidhaahdo ee ninkaasi salaatuleyshiisa uu ku tukanayo, la tacdilu waxay u dhigantaa thuluha alqur'aani, qur'aanka saddex meelood marka loo qaybiya meel bay u dhigantaa. Innaha wallaahi, suuraddaasi qul wallahu la tacdilu waxay u dhigantaa thuluha alqur'aani, qur'aanka saddex meelood marka loo dhigo meel bay xagga fadliga u dhigantaa. Marka ka'annama inuu qur'aankii saddex meeloodo meel akhriyey, rasuulku saas buu ugu jawaabay sallallahu alayhi wasallam. Marka yani qofka qur'aan badan ma aqaano, macnaha ma noqonayso ujeedo aad yanihi maaratay salaadihii wixii lamid uga tagto. Nin qura maaratay ninkaa qul wallaah ku celcelinayay baa layidhi wuxuu ka dhigan yahay sidii nin qur'aankii saddex meelood oo meel ku tukaday ayuu ka dhigayay rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Salaatul witri, salaada witridana waxyaabaha la akhriyo ayaynu halkan ka gudagelaynaa. Salaatul witridu marka shanta salaadood la tukado, waxaynu soo marray salaada subax waxaa lagu tukado iyo qur-aanka la akhriyo, salaada duhur, salaada casar, salaadi maqrib iyo salaadi cishaa, saddexdii buu soo baray, shantii buu soo baray. Salaadaha habeenkii la tukado ee aan la seexan ilaa uu rasuulku yidhi witriya oo witrida tukada ahlu qur-aanka iyo waxaa kamid ah salaatul witri, salaada witrida ayaa kamid ah. Salaada witridu waa maxay? Waa salaad laga tukado ragcad qura ama saddex ragcadood baa laga tukadaa, ama shan, ama toddoba, ama sagaal, ama koob iyo toban, waana salaatuleyshi, iyadoo gaabanna waa lagu kaaftooma, iyadoo ilaa koob iyo toban ragcadood la tukadeena waa laga tukadaa. Saddex iyo toban buu nebigu tukaday, baa ka sugan, intuba waa ka sugan yihiin. Salaatul witri kaana, wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam, yaqra'u, mid akhriya, fii ragcati luulaa, ragcadda koowaad ee salaatul witrida rasuulku wuxuu akhrin jiray sabbix isma rabbika alacla, suuradda sabbix isma ayuu akhrin jiray, wa fi thaaniyati, ragcadda labaadna wuxuu akhrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun ayuu ku tukan jiray.
labada rakcadood ee witrida labada rakcadood ee hore midda marku faatixada akhriyo subax isma rabbil ka ala bu raacin jiray rakcada labaadna marku faatixada akhriyo qul yaa ayyuhal kaafirun bu akhrin jiray wa fi thalathati rakcada saddexaad ee witridana nabi wuxuu ku tikin jiray qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad bu akhri ayyuhal akhrin jiray waayahay xadiiskana waxa soo saaray nisaa'i xaakim waanu xaakim nuuxu waa saxiix وكان يضيف نبي وكدر جري إليها وكدر جري إليها صلاة الوتر ذا صدح ترك عضوضة انت عن صوت شيء نسبح اسمه يقول يا أيها الكافرون يقول والله وكدر جري أحيانا مرك قاركود قل أعوذ برب الفلق أي كدر جري قل أعوذ برب الفلق بكدر جري وقل أعوذ برب الناس يقول أعوذ برب الناس لماذا سو كدر جري واكو وايهي oo marka muxuu akhrin jiray ragcada koowaad wuxuu ku akhrin jiray subax isma rabbikal aala ragcada labaadna muxuu ku akhrin jiray saddex ragcada oo witrida wuxuu ku akhrin jiray qul yaa ayyuhal kaafirun ragcada saddexaadna wuxuu ku akhrin jiray qul huwallahu kaw qul a'udhu birabbil falaq iyo qul a'udhu birabbin nas saddexdooda wada jira ayuu ragcada saddexaadna ku akhrin jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam wa maratan mar kalena qaraa waa akhriyay nebigu fi ragcati lwitri ragcadii witrida ahayd wuxuu ku akhriyay bimiati aayatin بقول آيات أو من النساء سورة النساء أبو نبوك أخري ومرة قرأوا كأخري رسولك في ركعة الوتر ركعة الوتر ذا بمئة بقول أو آية آيات أو من النساء سورة النساء ورسولك أخري حديث كان النساء يا أحمد باسنة سيحة كوريي وأما الركعة تاني لبدا ركعة ذات مياه بعد الوتر لبدا ركعة ذات الوتر كقد علي مرت كدن بي يعني هي لما ذلك عدونا إمام مسلم يقير كبا وريي يقرأ وكو أخرين جري فيهما لما ذلك عدونا وطر ذكتنا بي وكو أخرين جري إذا زلزلت الأرض سورة الله إذا زلزلت الأرض زلزالها إيو سورة الله يقول نقول يا أيها الكافرون أي كو أخرين جري رسولك صلى الله عليه وسلم وحي لاذا الجامعة صلاة عشاء لبارك عدونا قراء يلاذ وصناء وكتنا بي كدي مركع عشاء اللتو كذو هدو قفك سليه هبين كمسو كعيسين وتر ذا وسك قدمانيه وتر ذا اسنا واحد تكون كرتها ركعت اما صدح اما شن اما تضوء اما صقال اما الا كويتون ويعني هي مرك صلاه العشاء هي لبد ركعه السنه اللي تكدو وحلا له وخي كدنبيه وصلاه الليل صلاه الليل شانا اما انت عن قفك سيحن بو تكنيا اما وسو توسي سقد دخه مرك صلاه الليل هدي لا عبرايو وحا ويا ركعت waxaana ugu badan 12 ragcadood marka qaar kudna nabi uu 13 buu tukan jiray marka salaatul leysha tahabeenkii saqad xal loo soo kaco iyo tafiidkii loo soo kaco labaduba waa salaatul leyl mar hadii cishay iyo sunnadeedii la tukaday laakiin waxa fadli badan ta saqad dhexe la soo kaco qofku haduu awoodi karo haduu si qof shaqeynayo dhibaateysan yahay waa inuu witridiisa si qadima marka witrida salaatul leysha dhan baa lagu dilaaqaa mar marna waxa lagu dilaaqaa hadii 12 ragcadood aad tukato سيدي درك عضوضة لبلا بضاء يقو حوي وشفعي صدح ذا مركة ويتر ذا هيا ويتر الويد لاقا هداد مثلا سيدي سيال تكتو سيدي درك عضوضة لبلا بابا تكت مركة عاد قراءة تكسها عليسا مركة هستا تعسى ويتر الورنية مركة ويتر ذو مرنا سلاتو ليشو لبا الويد لاقا إلي سلاتو ليشو وحلقتو كان كرا كو صدح شن تضبا سقال كوبيتون إلا استحيتو بلقتو كان كرا وكو وسلات الليل مرنا سلات الليل شبه انت اللب الله وكلا قيبيو با انت وطر ده هاي سدير مثلا افرق عدود با تكت مركا صدرق عدك وطر ياس مركا وطر ده تار يعني هي اللو وطر هنا يا مرنا اللو تشي ده مرنا يدي يردن با اللو ده تشي ده مركا وين تساو فانتا وين تساو تلتا الشهرة لبرك عدود الصناع با كدن بايا وحيد كدن بايا وسلات الليل سدا سوي إلهي كبركي وعيلي اللهم استعان صلاة الجمعة صلاة الجمعة دم حنا وآخرين جري مركو فاتحة آخرية كان الرسول كوحوها يقرأوا مدى آخرية أحيانا مركة قاركود في ركعة الأولى ركعة كواد وحكوا آخرين جري الجمعة بسورة الجمعة سورة الجمعة ينبكوا آخرين جري وفي الأخرى سورة أمارة ركعة اللبان وحكوا آخرين جري إذا جاءك المنافقون سورة الله يقان إذا جاءك المنافقون بكوا آخرين جري وصلاة الجمعة مركة فاتحة الآخرية وتارة المركة قاركونا يقرأ النبي وحكوا أخرين جري بدلها بدل كم حانك رأمارتي
سورة إذا جاءك المنافقون مركو سورة الجمعة آخرية وحو سورة اللبات كالليقي جري هل أتاك حديث الغاشية أيو آخرين جري وأحيانا مركا قار كودنا يقرأوا وحو كو آخرين جري في الأولى ركعة كواد أي جمعة سبح اسم ربك الأعلى أي آخرين جري وفي الثانية ركعة اللبات الجمعة هنا هل أتاك حديث الغاشية أيو كو آخرين جري رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة العيدين لبدا عيدود نبي محو اخرين جري فاتحه كذلك كان رسولك وحوها يقرأ من اخري احيانا مركه قاركود في الاولى ركعه كواد عيده سبح اسم ربك الاعلى واخرين جري وفي الاخرى ركعه لبانا هل اتاك حديث الغاشيه اي اخرين جري واحيانا مركه قاركود يقرأ اخرين جري صلاه عيده فيهما لبدا ركعه صلاه عيده وحكو اخرين جري ركعه كواد غاف والقران المجيد ركعه كواد اخرين جري واقتربت ساعه ركعتنا لبعضنا سورة الأمارة اقتربت ساعة أي رسولك وآخرين شري صلاة الجنازة صلاة الجنازة رسولكم حسنين شري السنة سنة وحوية أن يقرأوا إن لو آخرية فيها صلاة الجنازة إن لو آخرية فاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب أرتفع تحدها وأنا دخلها صلاة الجنازة خصبة اللوردها رقي يدبر كبو ويكتو كدان وأنا لبرتها صلاة الجنازة مركضو كعضو ايوه الرئيس الله اكبر تراهضه واحد اخرى سافات حدا وليبا بسم الله الرحمن الرحيم بيع مارت علماء اهل الحديث كبلاما واحد مارت واحد هذا ان شيطان كلا اسكنا راكو ما سؤالونين علماء قارنا ويقياس قاتانو سلا ذاك لو يقياس قاتانو واحد ان شيطان كنت لا اسكنا راه با كدبنا فاتح حدنا با كدبنا محل الى هذا شيطان كلا اسكنا راه ايا بسنك اي فاتح حدا الاخريا السنه سنه وحويه ان يقرا انه اخريا فيها امامك أما قفكي صلاة الجنازة كنت كناي أما إمام هنقضي أما مأموم هنقضي بفاتحة الكتاب فاتحة كتابك أيها أخرين كو وصورة صورة نورها إنشري ومذهبك ابن عباس يسحاب دقار كمدة يعلم هذا السلف لكن أكثر العلماء وحي قمان فاتحة إن القرآن للرائعين بركادات رائسة وسنة النبي ابن عباس بان سنة أمارتي يعني هي النبي سوغي وصورة وايه بخاري باوريا بداد النساء من جراد وايه ان زياده الشيء يسين القران مرتي سوره را ان جري جمهور العلماء ان بدنوا كميد خلدان زياده شاده لكن شاد ما هو علامه الالباني مركه فاتحه الكتاب سوره ويخافت فيها مخافته وان لخسر سنجري سريسي يخافت فيها مخافته يعني صلاه الجنازه ولا سريستا سر لو سر لو ما قادو صلاة الجمعة هي صلاة عيد هي يعني هي صلاة عد عيد مدوباتي تضيح مدوباتي سر الله ما قال هي صلاة الربضون تي هو سر الله قال لكن صلاة الجنازة هو صلاة الله بعد تكبيرة الأولى تكبيرة كواد مركا ركعة اللباد حالة سمية النبي قال له صلي يا صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة ركعة الصد حادنا محل سمية ميت كان له دعية ولكن يقولون ان الله 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 اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه هذا يقولون مرات هنا اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر له وانك اللهم اغفر لها وقبدي وارحمها وقبدي لدمير كذا وها نكون مرتي وهو اللهم اغفر له وارحمه يدنا اللهم اغفر لها وارحمها انت كل علي وين دعوينك لو دعيه ميت كان وين نوي من دوناي او هلك نوي نوي من دوناي وين الكتاب كان كبرتا حفظتا اما كتاب كان يعني هي حسن المسلم كان اي دعوينك ميت كان لو دعيه صلاه الجنازه اي كودا يالان مركه و خيل رقعده لبااد مركه بحال سمين مركه فاتحه الاخيره رقعده لبااد النبي قال له صلين تصدح حادنا ميت كالله دعين تافرادنا والله قبحا مركز صلاة الجنازة دي الركوع يسجود ملي وقال نساء الله أكبر فاتحة دي بان أخري كده من حولنا الله أكبر النبي قيبا قصلي تصدح حادنا الله أكبر ميت كيبان دعين تافراد الله أكبر مكلا إلى هذانا السلام عليكم والسلام عليكم رواية قال اللهم اغفر اللهم لا تحرم أجرها
أو لا اللهم لا تحرم أجره ولا مرت ولا تفتن مرت بعد واغفر لنا وله أما واغفر لنا واغفر لها ومرت ولنا كل بكيتها. أما حافظ السنة ذكر ريسا ما يوين صلت ماذا جامع معناها مرض جمع كل عفاي ودمساتي كلها كتكون يسي أم قرقاق السنة دي ولا غربة السنة دي مر والبا وقت دورك لبر أفر عضبا كوريا لما نبي كدن بيا مركب ما دام أنا تسفر هاي يد مقيم تهاي ولا غربة سلادها السنة دورك كوريا يوكو كدن بيا حتى هدات سو قادوين هبا دات سو قادوين جمعي ون سو قادو لحظة رك عضو دي السنة دي مركب سلادة دور تكتو واتقلين كرتا قفكو إمسا حركات بها صلاة كابرو كرتا جامع أورت كتابة أخرية سؤالنا وانكتشوا بابيج كمان والبا الشمساء أنا سوقرتا قبر الشمساء أحمد إلهده يدو سوديب لكن حركات هل حركة أو حن هذا الله تماده صلاة كابرو يسا طبعا حركة أو صلاة أيوبا هانت هاي هذا الله تمادنا صلاة كابرو ميسو صالحان صفك لبس في دين الحيان بقف كبح وهذا رك تيسقوا بنانون يعذب بوحين أدنى صفك صدحات باطة هذا شن تلابوا أنت هذوق هذا صفك أبو حساد وصلاة هذه كجرة صلاة كابر ميس لأن أمر كرسول كا إلى مرت أتكب مرت يلي ما وصل صف وصله الله قفك الصف أنت وقف شرح حرية صفك أبو حية إلى هيبة حري مرت قفك حرية بالي ومن قضعه قفك السفك قوية قضعه الله إلهي بقوية صوما هديم دبيل باصور عضي عورض هذه بيفيد مرضي معوستي حنيت بك على عرض إن معوستي سوق بستود جنتته طبعا حركة حتى هذه كوكو قادر يسوا هذا الصلاة هذه كجرا كابرو ميز هذا تسي هذه قوي المير لا ياري هذا الصلاة كجرا هذا الصلاة دي سكنا قاقو ويكابرو يسا مرك حركة نوع عاد ولا تبي يكون حرنت هداي حركة حن أو صلاة دعاني مصلحة وشرين عاد لا تما عدو صلاة دعوى كبرت اللي هو مرت عياي رئيسة هداي حركة تاي حركة صلاة دو باهن تاي أما عدو صلاة كوشرة قف كوب بدبادينيس عدو صلاة كوشرة درتي قف عند الله أو شرنت شركة سيد عيا أنت تقول لك عقد عدو صلاة دعى كب حن كسوق أبو تنت صلاة دعى سيو نبي يسوق صلاة كوشرة با الباب كأنت لوجو جراعي وفرة مركب قبل ذي كم وشيسن لكن الباب كو كغري أنتوا طلابة كنا غيب الباب كيف فرة لأن الصلاة دي سيب سيوت معناها عدد الماء الماسي لا عيا لبات هذا ركتي جرجري بعد ضب كي كري شالد دي باكرتي صلاة دي نوت كجرتها جرجو جبنية أظن صلاة هذا كبحين لك أنت تقول لك أقول شو رد الدمي سلعة هذه كسانة قرناها سلعة برون ماي هذا تسي أدو سلعة دي كتير إسكافر يسطو أما تقبل دي كتير يسطو أدو حد أنت إسكاف سميسو ويكبر يسا سلعة مركب فوق هذا إني إلى هنا نسدح في علو مرتي متوالية هذو قف كل يوم هذا وفوق هذا اجتهاد كده لكن سلعة صح أيوة حويان نقدر قاق سلعة دو باهنتهاي أما أنا لقى مارمين النف الجوب بتبادني يا دو صلاة كتيرة وتصبين كرتا توك بقى كواها جي قاتة دو مساج كتيرة أو صلاة تواد ركتا هذا تكلم الله ترى هذا مرت كلكتو حق ما دول دو صلاة كتيرة كان برميس مركز صلاة وحاني أبا هنين هذا لطي ما دو أو عبس يا عيار ويكابريس وأنا دم بابيس هدي سوى أي كوك غصبتي صلاة أما طنط كوك غصبتي أو خشوع صلاة هذا وحيله يا هذا جاكسو أما إلمها اللي بتبادني وقف كائن دارا أما قف كاتوكا كبهاجي قاتي أذكر ربط هذا صلاة دي كل شرود الناس صلاة هذه كلها بتو صلاة دي كابر ميس سيستلف في أصحاب السبعين شرين كده الله عليه مركب الكاس وعشان كتشي وعيري ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها نبي القراءة وصلاة مرتي كده كوا آخرية وترتيل بو ولا من شري ترتيل ترتيل القراءة قراءة وترتيلين شري سوى أنبو مرتي تجويد بولا ترتيل يعني وردت للقرآن الترتيل قرآن كلا دقدق
أذو كلا دقة عيا ساسة كديانت وتحسين صوت صوت كانوا قرحين شري بها صلاة قراءة يعني بها قراءة وكو قرحين شري وصلاة كتكون عيا وكان الرسول كوفة صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى سدي إلى هاي أمري يرتل ترتيلين شري القرآن قرآن كترتيلا ترتيل رسولك القرآن كوك كلا دقة شري كلا دقة قرآن كرسولك مو آخرين شري لا هذن هرورورك كما زين لا هذن ولا عجلة كما ندق دقي شرين ولا عجلة دق دقي نوم آخرين شرين بل وآخرين شرين بل يقرأ إسك قدر بل إيه قراءة مفسرة أي يقرأ وآخرين شرين قراءة قراءة أو مفسرة لك لساري قراءة عد أو مفسرة لك لساري وحرفا حرفا حرف والبل مقلاي حتى يكان نبوها يرتل ميت كلا دق دقة الصورة الصورة دي حتى يتكون أي أهاته أطول تأغدر أطول ميت كدر مرتي حتى يتكون أي أهاته أطول من أطول مرتي من أطول منها حتى يعني تكون أي أهاته أطول ميت كدر قراءة وآخرية وكلا دق دقة أطول ميت كدر من ميد أو أطول منها إذا كدر أنها صورة دير بي كدر أنشرت صورة قاوان لأن صورة قاوانة وترتيلي صورة كدر بي كدر أنشرت لأن القرآن كهدي لك لا دقوه مارتي وكدر أنسا كان حتى يك مارتي كان رسول كوحها كان رسول كوحها يرتل ميد كلا دقوه الصورة الصورة دي حتى يتكون أي صورة داسي أحاته هي يدو أطول ميت كدر مرتي من أطول منها حقيقة من أطول إسكده من أطول منها ميت يدا كدر أي صورة دي قامنا يدي وترتيلي با كدر أنجرتين ميت يدا كدر محايا لي تن قابنا وترتيلنا أي ترتيل كا وكالرلغة يدراد يدبي صورة دي كدر أنسا ميت يدا كدر أنجرتين ساسين فانسا حديث كان وحصوص علي مسلم يا مالك وايه وكان يقول النبي وكان يقول وحرنجري وكان يقول وحرنجري يقال وحل وعرن يا مان تقيامه لصاحب القرآن منك القرآن كحفظ سناي أخرنجري وحل وعرن يا اقرأ قرآن كآخر أو ارتق فول أي الله عرن يا أو رتل كلا دقي القرآن كما ترتل سادو كلا دقي جرتي كما سدي كنت آذهيد وحيري وحلق ورنيا يقال لصاحب القرآن وحلق ورنيا اقرأ آخره أو ارتقي فول يعني هي اللي هو درجات في القرآن كفول بلونيا سلام بلونيا فول وارتقي فول أو رتل كلاديك كما كنت سيدي ترتل وادو كلاديك شرتي في الدنيا مركز الدنيا شوكتي فإن منزلك بلونيا فإن منزلك منزل كاجا قبت أدله يكتيس عند الله عند فإن منزلك منزلك أدله يكتيس كل هذا وعند آخر آية آية وجودا بيسوي تقرأه هذا خلده هذو قفكو إلا قل والله يقان قل والله درج جزء نقصه إلا عما إلا جزء تبارك إلا شنت جزء لباتن جزء صدق جزء يعني قفك قارئ القرآن كصدق كبا يقانا وإنك وجود درج جزء سرية الله أكبر حديث كان وحصوص عليه أبو داود يترمدي وأنا ونصححي يترمدي وكان يمد وتاجي شري أو ديرين شري يعني يمد قراءته قراءة سو مدي شري ودا مرتي الحمد لله رب العالمين متكوكا مدتك الدبيع يقول يمد وتاجي شري الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سو مدي شري وكان يمد وتاجي شري رسولك صلى الله عليه وسلم قراءته وقراءته عند حروف المد حروف تمدك حروف تمدك دبيعي قوكوه ووغة يياءدة يمحال إلى هذا ألفك ومثلا محان قول هذا وكوان صالح سيئنوكني عند حروف المد وفيمد وحمد كري بسم الله بسم الله لا وألفك لا ويمد وحمد الرحمن
اللي ألف كتاجن رحمن الرحمن الرحيم ويمد ما دي شري يادي الرحيم حادي ويهوص طبعا ميم كان أول قرها بس وماها الرحمن ما وألف كي ومدية الرحيم يادي لو مدية وكو والنضيد نضيد يو أمثالها وونو مدية مسلمون ساسوكال أي عابدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد وتاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويا وكان يقف ويستاجر النبي على رؤوس الآية آيات بالمدحيدة انت بدن آيات آياتكم حرين شرين أو مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ساس محرين شرين محرين شرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني آيات بالمدحيدة استاجر شرين وكان يقف على رؤوس الآية كما سبق سيدي وهراء النوغ مري بيانه عدين تيد وكان وحوى رسول صلى الله عليه وسلم أحيانا المركي قال كودنا يرجع وعلن شري صوته أتكيس ترجع بسمين شري كما فعل سيدي وسميه يوم فتح المكر ما كما لنتي لفرنا سورة الفتح بو أيو أخري أي سيقو العلن أي ترجع سمين أي وهو على ناقته يسقوا هالشي سارا أيو ترجع سمينا يا رسولك صلى الله عليه وسلم أو يقرأ وحوى أخرياي سورة الفتح سورة لا سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ليغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك وتأخر سورة أخرى يقرأ سورة الفتح قراءة لينة قراءة نو لينة قراءة مرت يعني لينة فضض أيو أخرياي صلى الله عليه وسلم سب خاري مسلم صلى الله عليه وسلم وقد حكى وكشكي عبد الله بن مقفل صحابي قال له هذا أيا وكشكي ترجيعه العلنت رسولك آيدا وأخرى أي سورة الفتح هكذا يعني سورة وكوع العلنة يعني مرت سيدة عدك مرت أي وكوع العلنة مرت وكان وحوها يأمر مدى مراه بتحسين الصوت dadka wuxuu amri jiray in saxaabada radhiyallahu anhu alayhim ay saxaabadu codka ugu quruxda badan leh ay quraanka akhriyaan bil quraani quraanka fayaqulu xudhan jiray sallallahu alayhi wasallam zayinu warku qurxiya al quraana quraanka waxa ku qurxisan bi aswaatikum war quraanka codkiina ku qurxiyo jiray rasuul sallallahu alayhi wasallam fa inna sawt al hasani maxay leeg sawtka wanaagsani yazidu wu siyadiya al quraana quraanka wuxuu siyadiya hasana wanaag ayu siyadiya بخاري باوري سوى تعامل معلقة أبي داود الدارمي يحاكم أي سنة صحيح نقصه صاري وياه وكان وحوها ويقول حرنشري إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن إن من أحسن الناس حرنشري دتك كود وعدك في عن له صوتا حق عدك بالقرآن الذي كيوي إذا سمعتموه مركب مقشان يو قرآن كأخري آية يقرأوا سوى أخرية آية حسبتموه أمودان يخشى الله إنه يقف لك بقايا معناه قف قفك وقرآنك عد معان وضدك قلبك سوى جدنا يقوكو أخرية سيدي قف إنه الله كبقنا كاساو في عن ويقول حرنشر إن من أحسن الناس صوتا ضدك كو وقعدك في عن لي وحوي بالقرآن قرآنك مركا أخرية الذي كيوي إذا سمعتموه مركا مقشان يقرأوا سوى أخرية آية قرآنك حسبتموه أو ملايسان يخشى الله إنه الله كبغاية لأن ضدك قلب جودة أي سجدني أي سجدني حديث كنوع صحيح عبد الله بن مبارك بسوه ديكوري يومارت وياه من مارت والدارمي وابن نصر والضبراني وابن نعيم في أخبار أسبهان والضياء في المختار اللهم مستعان وياه هل كان نوجه إن شاء الله أبين دبين برتاك بلا بدنا و
حقا مرتب باب كويرة ديري هاي إلهي دين بركيو هل كيذا هاي نوغوشوغ عاوة بإن الله المولى تبارك وتعالى انتي دان كبح دمانتي شرقرية وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتي دان كبحين قفلوا بشار اسكرده سيدتكو مرتب وقارو إلهي دينتي سبحانه وتعالى يسنة النبي قال.